مستمسكاتي. فكرة برنامج مستمسكاتي الدخول المفاجئ للدوائر وإجراء جولة ميدانية حسب المشرف المباشر على البرنامج اللي هو السيد اللواء الحقوقي نشأة إبراهيم الخفاجي، وجهنا بأن ندخل للدوائر مباشرة ونصور هذه الحلقة. العفو اسم حضرتك؟ ماجد راشد. اخي انت عليك منه استريح حتى نظلك الكتاب حتى تراجع قسم البناء في مدير شؤون الجوازات. استاذ العفو انا عندي كتاب من دار التنفيذ بس ما عندي. العفو احتمال اخويا يوم ما يخص عائلتك او يخصك، فاستريح واحنا نخلص. انتظر انا بأمنا. تمام استريح. إذا زميلتي أسماء مثل ما شاهدنا هذا المشهد التمثيلي من قبل زملائنا قسم العلاقات والإعلام في المديرية العامة. طبعا احنا نشكرهم على هذا المشهد وهو توضيح لمشاهدينا الأكارم عن قسم المنع، وبالتالي الأمر شنو يتوجب من عندنا؟ نذهب للقسم ونسلط الضوء على أعماله وما هو الإجراءات اللي يقدمها للمواطن. على بركة الله. سيد مدير شؤون الجوازات سيادة اللواء ماجد، صباح الخير سيد العزيز، جواك الله على التعب، شلونكم؟ السلام عليكم سيادة العقيد، شلون الصحة؟ السلام عليكم سيد الرائد، شلون الصحة؟ شلونك؟ جواكم الله، نبارك لك الترقية. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. احنا برنامج مستمسكاتي اللي يعد ويقدم من قبل قسم العلاقات والإعلام في المديرية العامة. اليوم حبينا ان نصور حلقة عن قسم المنع. قبل هذا الموضوع فكرة مبسطة عن القسم إذا ممكن سيدي العزيز. قسم المنع مختص بتنفيذ أوامر القبض وأوامر المنع للناس اللي مثلاً مطلوبين أو مستدانين من مصارف والجهات الرقابية الأخرى الملاحقين قانونياً، فمختص بطبيعة يعني هذا الفئة منهم. حالياً عندنا تطور كلش كبير بهذا القسم لرفع القيود المتشابهة ورفع الأسماء الغير مكتملة غير مكتملة المعلومات، وإن شاء الله يعني بدأ يتطور العمل. تقريبا حاليا احنا رفعنا أكثر من 3000 قيد جاي، يعني أكثر من 3000 قيد جاي كانت ما مكتملة رفعناها من الحاسبة مالتنا. هذا ضمن إجراءات وزارة الداخلية والمديرية العامة لتسهيل الإجراءات. لجنة عالية من رأس الوزراء مرتبطة بوزارة الداخلية، نعم، والجهات الأخرى ذات العلاقة، وعمل المقررات اللجنة مضت مديريتنا بهذا اللجنة. الله يبارك بك. نعم. إذا نستأذنك سيدي الكريم أنه نتجول بالقسم ونكمل حلقتنا. شكرا جزيلا. أهلا أهلا أهلا. الله يبارككم الله بالخير. صباح الخير. كيف المعاملة إجراءات مالتكم؟ نعم، وفاتحة والضريبة. الجريدة رحت؟ في جريدة. إعلان؟ نعم. جيد. وهنا راجعت قسم المنع. شنو وين حولوك؟ لا ما حولوني بعد، عندي بس علاقه الجنسيه. موافقه، خلص الموافقه ما ضريبه، نعم. الموافقه قسم المنع اخذت الاجابه. لا بعد يسلمك. شو وقت سلمت معاملتك؟ قبل 5 دقائق. قبل 5 دقائق. تفضل ويانا خلينا نشوف معاملتك. صباح الخير سياده العميد، يوم احنا دخلنا لكم برنامج مستمسكاتي مباشره ومعامله احد المواطنين، جواكم الله على التعب، ربي يبارك فيك، عاش ايديكم على التنظيم والجلوس المرتب للمواطنين. الله يبارك فيك. هنا عمنا الحجي عنده معامله، تبديل لقب، فمثل ما تعرف جنابك الكريم تخاطب مديرية شؤون الجوازات والضريبه واعلان في الصحيفه الرسميه ومن ثم يصدر قرار، فهو سلم معاملته، نريد نواكب معاملته، قال انا سلمتها قبل 5 دقائق، برايك ايش قد يتاخر للامانه يعني كمواطن جاي راجع؟ نعم للامانه يعني اقل ال 10 دقائق، يعني هواي 10 دقائق. تقدر سياده العميد يعني نشوف اسمه ونشوف معاملته؟ اي أيوة والله، خلي نواكب الحاله. هذا كتابك عمو انت الى مديريه شؤون الجنسيه، ما شؤون الجنسيه هذه المخاطبه. تفضل قدامنا وخلينا نشوف معامل. تفضل عمو، تفضل تفضل سياده العميد، تفضل. يلا تفضلي زميلتنا. صباح الخير، شلون صحة، شلون شباب؟ ان شاء الله بخير. برنامج مستمسكاتي حاليا معاكم اللي يعد ويقدم من قسم العلاقات والاعلام. اهلا وسهلا بكم. معامله يمك؟ يمك؟ جيد. شنو اجراء استاذنا العزيز؟ شيكت الحجيه بالحاسبه اذا لا سمح الله عليه منع او قيد منع او اشاره منع. نعم. خلص منها تحولها للطباعه. نعم. اطبعها وكملها، مش يا سيد العميد؟ اي نعم.
بعدين سيدي المعامله. جيد. احنا هسه هاي المعامله. نعم. هاي المعامله راح يدققها استاذ نور. هاي تدقق هنا بالنظام تستعلمها. تمام. اذا اكو تشابه او قيد منع لك اذا ماكو قيد منع لك لا يوجد قيد منع تتحول للطباعه للسيد المدير وتصدر ويستلم. هاي العمليه ايش قد تستغرق الوقت يعني؟ يعني 10 دقائق. انت اسمعكم موضوع تحدثنا به واحنا متوجهين. قلت الكتاب اللي نظموه راح يكون بالبريد لو بيد المواطن. يتاخر المواطن اذا راح بالبريد. استريح عمو. استريح استريح. ان شاء الله تكمل معاملتك وانا دا اشوف الاجراءات ميسره مو امام السيد العميد يعني. استريح. مدير الاحوال المدنيه والجوازات الاقامه. يعني تعليماته انه يجي المواطن لان هو الموضوع خاص به فراح يجي بمستمسكات راح نرفقها للسيد. يقدر الشخص يعني ينوب عنه مثلا ابنه او زوجته او الا وكاله خاصه به يعني؟ يعني اما وكاله قانونيه او ابنه بنته زوجته. تمام. يشمل رب الاسره والابناء يعني اي واحد يراجع منهم ماكو مشكله؟ والله ماكو مشكله احنا راح نربط يعني يكون رجل تعبان مريض عنده ظروف احنا نقدر هذا الشيء. الموضوع به لا ضرر ولا ضرار ومن هو درجه اولى يعني. نعم. يعني له حق واساسا هو يعني القرار هسه على سبيل المثال حجي هنا شم مريض الراجي. نعم. وهذا راح تكون العائله كلها مشموله بهذا القرار. نعم. مو بس الاب. مو بس الاب. مو بس الاب. بالتاكيد يعني راح يستفادون من عند الاولاد اللي ما متزوجين وبالنسبه للمتزوجين اعتقد ينظمون استماره يسموها استماره 25 في دائره الاحوال المدنيه. طيب سياده العميد شو هي المعاملات اللي تذهب بالبريد مو بالمواطن بايد المواطن يعني؟ كتب اللي نستلمها ونسلمها بالبريد الرسمي. الكتب اللي هي ذات طابع امني بحت اللي هو كتب اوامر نزاهه او غير لا منع السفر. منع السفر بشكل عام احنا يجينا بريد مركزي توقيع مدير عام وبعدين ينحال انه توقيع السيد مدير الجوازات ينحال انه هاي كتب المنع اللي هي خاصه لها نوع من السريه. نعم. والخصوصيه. جيد. اجراءاتكم احنا خلصنا. نعم سهل. كملت؟ كملت. معقوله؟ يوقعها من المدير. نعم. ويصدرها ويجيب لي اياها. كلش سريع. نفس معامله الحجي. نعم. يا اهلا وسهلا عمو. كملت معاملته؟ صراحه اليوم ما نريد مجامله، الاجراءات شلون وجدتها؟ انا بالنسبه يعني منبهر ومرتاح يعني نفسيا ومفاجاه هذه يعني. نعم. والوجوه الطيبه هذه جميعا. واقدر الاعمال اللي يقومون بها على قدر وساق. وهذا دلاله على ان هذه الدائره تعتبر من الدوائر المتميزه بالنسبه للاعمال وال وما مطلوب منعكم بالنسبه للمواطن. طبعا خدمه المواطن وتسهيل الاجراءات. هم تبقى بالنسبه للانسان طبعا انسانيه للإنسان تدخل بالموضوع. خلينا نقول ايضا الجوانب الانسانيه والاخلاقيه هي اللي دائما هاي المعايير تحكم الموظف. والاخلاق بالتاكيد حضرتك موظف سابق انا اشوف الترتيب خجلان عندكم بالنسبه. ليش؟ لهذا لهذا الاحترام وهذه واجبنا المبادره يقولوا واجب السيد العميد واشكر شكرا جزيلا وعلى راسه. الله يبارك فيك عمو. بارك الله بكم. بارك الله بكم والحمد لله رب العالمين من وجوه الطيبه. الله يبارك. اليوم انا شفت يعني نعم. هذه الوجوه الطيبه اللي تخدم المواطن في سبيل تقدم البلد. الله يبارك فيك عمو. فالتعاون تعاون بين المواطن وبين الدائره والثقافه يعني الاحترام المتبادل والثقافه اللي واحد يستخدمها الانسان والكلمه الطيبه هاي كافي. طبعا بالمناسبه احنا من شاهدنا الاستاذ قلنا له تفضل قال لا معاملتي مشت. راح يكملوها قلنا له لا واجبنا وخلي نشوف الاجراءات يعني حتى تكون خير شاهد على عملنا. واني العفو اخيرا ولو يعني الي الكلمه ما اعرف شلون اعبرها من ناحيه الاحترام اللي الاحظه بالنسبه للاخوان. استاذ هذا واجبنا اصبر ما عليك. الكلمات ما اعرف احنا اليوم فالسكوت غير من الكلام. بالعكس اليوم سعادتك وسعاده المواطنين وهم يراجعون مؤسسات الدوله ودوائر المديريه العامه للاحوال المدنيه والجوازات والاقامه وتوابعها يعني هذه شهاده نعتز بها الحمد لله. وتكون سعادتنا اضعاف مضاعفه صراحه. الحمد لله واشكر شكرا جزيلا وانا خجلان حقيقه يعني. لا بالعكس من ناحيه الاحترام ومن ناحيه
التدبير ومن ناحيه سرعه الانجاز. الله يبارك فيك. الحمد لله. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. شكرا لك عمو. اشكرك. الله يبارك فيك. هذا عملكم إضافة لواجبكم القانوني هو تكليف شرعي أمام الله سبحانه وتعالى وبميزان حسناتكم. أكو مقولة تحضر للإمام الكاظم عليه السلام يقول إن لله عبادا في الأرض يسعون في قضاء حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة. فهنيئا لكم وأبارك بجهودكم. يعني ملاحظة أخيرة، يعني إحنا اليوم ما شاهدنا أكو زخم مواطنين كبير أثناء المراجعة، وهذا بالتأكيد الأمر ناتج عن زميلتي عن أسماء عن جهود مباركة للكادر في إنجاز وسرعة إنجاز المعاملات. نعم. طبعاً إحنا قسم المنح هو أحد الأقسام التخصصية البحث مديرين شؤون الجوازات، والكادر هو أنا متعاون جداً في هذا الموضوع، والفخر إلهم للكادر وتوجيهات مدير الجوازات، كذلك توجيهات مدير الأحوال سيد لوان مشهد مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، إنه تبسيط الإجراء سرعة إنجاز المعاملات مع المواطنين وتنفيذ التوجيهات المراجع السيد وزير الداخلية أنه تبسط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وتخفف على كاهل المواطن، لأن المواطن حقيقة مضغوط أكثر من اللازم ويحتاج أنه واحد يتعاون يستحق الأكثر. والله دوامكم يعني دوامكم يتأخر دوامكم دوامنا إحنا دوامنا صباحي ومسائي. جيد. يعني احنا دوائر الجوازات اقسام الجوازات الفرعيه تصدر الجوازات شو وقت متعزل خلينا نقول شو وقت ما يسد بابه احنا بابنا هم يسد كذلك، لان احنا على تواكب ويا الاقسام دي. نعم. ان اذا ظهر عندنا تشابه فراح يحل يعني شيء مرتبط. يعني للامانه يعني سياده العميد قبل يومين انا واني اغادر الدار الساعه 7 مساء، تعرفون احنا ايضا عملنا يستمر الكادر الاعلامي بمواكبه عملكم وكافه الأقسام والمديريات. شاهدت السيد العقيد رياض شو موجود؟ قال لا بعد ما طالع وين جماع والعطال احنا نجي يعني نعم. على التليفون يعني لما نجي على التليفون تعالوا نجي يعني، لأن أكو أمور بعض الأحيان حتى يعني تجيك حالات مرضية نعم. تحتاج أنه مثلا على سبيل المثال عندنا رفع منع نعم حالة مرضية يعني حالات إنسانية حالات إنسانية نعم. فإحنا نعم. نسرع بإنجاز هاي المعاملات طبعا حسب توجيه السيد مدير الجوازات مدير شؤون المدير الأحوال المدنية. جهودكم مباركة. كلمة أخيرة تحبين توجهها للعاملين وأبطال يعني هذا القسم زميلتي أسماء. تفاجأت طبعاً دخولنا أثناء المديرية والقسم وسرعة الإنجازات، يعني أحب أحييهم وأقدر جهودهم اللي بذلوها خدمة للمواطن. شكراً جزيلاً. إلى هنا طبعاً انتهت حلقتنا من برنامج مستمسكاتي لهذا اليوم، مع تحيات قسم العلاقات والإعلام في المديرية العامة للأحوال المدنية والجوازات والإقامة.